يعني أنا أحدثكم بقصة حدثني بها أحدهم، أن شخصا ما رزقه الله بذكور، كلا إناث، كل ما حملت زوجته يدعو الله أن يأتيه ذكر تأتيه أنثى، إلى أن وصل إلى مرحلة قال اللهم ارزقني ذكرا ولو مجنون، بس يريد ذكر، ورزقه الله بذكر مجنون على طلبه، ثم صار يدعو الله يا الله انك تاخذ امانته من كثر ما جننه، وراه نجوم القايله، قام يدعو الله عليه يقول عساه يموت هذا الذي كان يطلبه. فالانسان دائما يطلب الخير، يسال الله الخير سبحانه وتعالى. يعني انا اذكر ان احدهم اتصل بي على نفس الموضوع هذا تقريبا، وقال انا يعني ابي هذا الانسان، يعني زين، قلت لها ادعي الله تبارك، قل ان كان خيرا لي فاكتبه لي ويسره لي، وان كان شرا لي يسره. قال لا ما قايل هذا الخير، ابيها به ما في. قلت يمكن شر، حتى لو شر جنون حقيقه، يعني هذا جنون. الانسان يعني دائما يدعو الله تبارك بالخير، الانسان ما يدري على المستقبل، احيانا الانسان يطلب الشيء وهو يكون شرا له. يعني انا احدثكم بقصه حدثني بها احدهم، ان شخصا ما رزقه الله بذكور، كلا اناث، كل ما حملت زوجته يدعو الله ان ياتيه ذكر تاتيه انثى، الى ان وصل الى مرحله قال اللهم ارزقني ذكرا ولو مجنون، بس يريد ذكر، ورزقه الله بذكر مجنون على طلبه، ثم صار يدعو الله يا الله انك تاخذ امانته من كثر ما جننه، وراه نجوم القايله، قام يدعو الله عليه يقول عساه يموت هذا الذي كان يطلبه. فالانسان دائما يطلب الخير، يسأل الله الخير سبحانه وتعالى، مو بس يسأل الله اللي هو يبيه. فقل ادعو الله إن كانت هذه المرأة خيرا لي في ديني ودنياي وعاجل أمري وآجله فاقدرها لي ويسرها لي، زين، فيستخير الله تبارك وتعالى ويبذل الأسباب في الزواج منها والله المستعان. يقول أحب امرأة حبا عفيفا وأخاف أنها لن تكون من نصيبي أو تكون هناك عوائق، فهل هناك دعاء يغير الأقدار؟ على كل حال ادعو الله تبارك وتعالى أنها تكون من نصيبك إن كانت خيرا لك، قيد